هلا وحبايب، اليوم جمعة وقررنا نطلع أهلنا المحافظة. تريد تعرفون وين؟ تعالوا وياي. شغلت السيارة وتوجهنا إلى محافظة النجف الأشرف. أول ما وصلنا توجهنا الضريح الإمام علي عليه السلام، وأكيد ما ننسى متابعينا بالدعاء. وهيك طلعة راد لها مطعم مرتب وأكله طيب. توجهنا الشارع الروان إلى مطعم تراث المندي، واستقبلنا الشيف اليمني أبو مش على استقبال جدا لطيف. ما شاء الله مثل ما تشوفون ديكور المطعم كلش حلو ومطعمي بالتراث اليمني. المطعم طابقين، الطابق الأول خاص للعوائل، وبصراحة الجلسات العربية كلش عجبتني. الغريب اللي حبيته بهذا المطعم يستخدمون الفخار حتى يحافظون على حرارة الأكل. ابو مشكل مندي وحنين، واكيد لازم نذوق المدفون مالتهم. وكلش عجبني اجرب الدجاج اليمني الحرزي الشهير، والشيف ابو معتز قال لي راح اوكلك اكله كلش طيب. حسب الطريقه اليمنيه على الفخار، على الفخار اليمني توكل على لقب. كلش حبيت اجرب هاي الاكله الفحسه اليمنيه اول مره اسمع بيه. وحاليا بنسوي لكم عقد الدجاج بالطريقه اليمنيه. أكلة العقدة أكلة يمنية ومشهورة ضروري نجربها. وهيك أكلات يراد لها خبز يمني صحي خالي من الخمرة. هذا الخبز اليمني والمشوي بطريقة اليمنية، وهذه هي الخبزة اليمنية. وهنا وصل طلبنا ونقول بسم الله وسهامكم العافية. قبل ما نبلش بهيك أكلات ضروري ننزل لبن. جربت المندي اللحم، ما شاء الله اللحم يموع بالإيد، التمن مالتهم نثرة وكلش عجبني طعمه، ودجاج المندي مشتغلي صحيح وكلش حبيته. لاحظوا لي حنيد اللحم يذوب بالإيد، وحنيد الدجاج مستوي صحيح 100%. ونصيحة مني لكم، إذا رحتوا لهذا المطعم جربوا الدجاج الحرزي، فتشي خيالي، والتمن مالته كلش طيب. فعلا حبيت هاي الأكلة. وهسه كتبوا لي بالتعليقات شلونها علاقتكم ويا مدفون اللحم. أنا عن نفسي كلش أحب البهارات مالتي، وجربت أكلة الفحسة اليمنية والعقدة اليمنية كلش حبيتين، راح يفيدنا برمضان هواي. وإذا قريتوا بالمنيو أكلة البرمة راح تنزل لكم هاي الأكلة الدسمة اللي تستغربون، تشريب باللحم وطعمه فتشي خيالي. وهسه حفظوا الفيديو لأن فد يوم راح يفيدكم. وشكرت من الأخ سجاد صاحب المطعم على هذا الترتيب والنظافة. وهسه لا تنسوا اللايك واشتراك، تحياتي للجميع.